أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث أيضا عن الدكتورة سهام، حيث اليوم نزلت لايف لتشكر أي شخص تفهمها، وحيث في هذا اللايف هناك العديد من الفانز قاموا باتهامها وقالوا لها أنت لا تقولين الحقيقة، أنت تشعرين بالخوف من أصيم، لذلك اضطريت للخروج بهذا التصريح وتنزلين خبر انفصال سيلا وخليل. فأجابتهم قائلة أنا لا أهب لا أصيم ولا أحد، لأنني أنا صحفية معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة والإعلان بالمغرب، ومجلتي الحمد لله لديها الملائمة ومعتمدة من وزارة الاتصال وإلى آخره. ثاني شيء، أنا صحفية معتمدة من الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام العربي والاتحاد الأوروبي، وأنا لا أهاب لا أصيم ولا أحد ما دام أنني أحاول أن أوصل رسالتي وأؤدي عملي بإخلاص. إذن أنا لا أهاب لا أصيم ولا مديرة أعمال خليل إبراهيم جيهان ولا سيلة ولا أي شخص آخر. أنا فقط عندما وصلني الخبر مثل ما وعدتكم من قبل نزلت بالبند العريض هذا الخبر، وأنا قبل ما أنزل الخبر مثل ما كنت متأكدة بأن سيلة وخليل مع بعض حتى هذا الخبر الذي وصلني فأنا متأكدة منه مليون في المئة. وبما أن الناس دخلوني في القيل والقال فسوف أقول لهم الوقت كفيل لإظهار الحقائق، وأنا سألتزم الصمت بعد ذلك في هذا الموضوع فقط، وأنا متأكدة جيدا أنه قريبا سوف تروا أشياء على أرض الواقع. وأنا كما وعدتكم من قبل أنه حتى لو كان هناك خبر سيء فسوف أقوله. وقالت أنها سوف تتحدث فقط عن أعمال الفنانين ولن تتحدث عن حياتهم الشخصية، وقالت أيضا أن خليل إبراهيم جيهان لديه عرض عمل وسوف يمضي على العقد في الأسبوع المقبل، وأنه سيبدأ في مسلسل رائع وسيكون مسلسل أسبوعي. قالت أيضا لا يوجد أي عمل بين البنفروز وسيلة ترك أغلو يجمعهما، وقالت أخيرا أنها ستلتزم الصمت احتراما للفنانين مع بعض، يعني سيلة وخليل، واحتراما لمهنتها حتى تظهر الحقيقة ويعرف الكل أنها كانت على حق مليون في المئة. وقالت أيضا أن سيلة ترك أغلو ليست على علاقة بالبنفروز نهائيا وهم مجرد أصدقاء، كيف يعقل أن تكون انفصلت بيومين مع خليل وتقوم بعلاقة جديدة مع البنفروز؟ لا، مستحيل نهائيا. وهناك أيضا من قال لها أن خليل إبراهيم جيهان ارتبط بسيلة فقط لاستغلالها لكي يبقى اسمه موجود، فأجابتها الدكتورة لا، هذا الأمر غير صحيح نهائيا، فكلامك في هذه القضية غير صحيح. وقالت أيضا المهم أنه قريبا ستسمعون وترون أشياء وستفهمون كل شيء. فسأل الفانز الدكتورة وقالوا لها من أخبرك عن انفصال خليل إبراهيم جيهان وسيلة؟ هل خليل هو من أخبرك بهذا الأمر؟ فأجابت هي قائلة ليس هو من أخبرني بهذا الشيء، أنا ذهبت للخبر وأنا عندما عرفت بذلك أردت أن أخبركم به لكي لا تبقوا مستمرين في طريق لن يوصلكم لشيء. وأكدت أيضا أصدقائي على أن خبر وفاة البنت السعودية هو خبر غير صحيح نهائيا، وتأكدت هي من هذا الخبر مليون في المئة، والحمد لله أن هذا الخبر طلع في الأخير غير صحيح، الحمد لله. المهم أصدقائي نحن نتمنى لهم، يعني لسيلة وخليل فقط، النجاح سواء مع بعض أو غير مع بعض، الأهم هو أن يكونوا دائما بخير وعلى خير ويكونوا ناجحين في حياتهم الشخصية والعملية، نتمنى لهم دائما التوفيق. المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الأخبار، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في الجديد. مع السلامة.